الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة معلومات حول العالم. إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن أغنى دولة على وجه الأرض، وهي دولة قطر. قطر هي دولة عربية تقع في شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا، ويحدها كل من السعودية والبحرين. مساحة هذه الدولة حوالي 11000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 2,542,000 نسمة، وعاصمتها الدوحة. والدوحة تعني أي الشجرة المضيئة. ترمز الصقور في دول الخليج بالقوة والعزة والشجاعة، لذلك نرى أن الشركات الطيران العربية تسمح لهم باصطحاب الصقور في رحلاتهم الجوية. ولا بد ألا ننسى أن أسعارهم تكون أغلى بثلاثة أضعاف. في قطر شراء وجبة ماكدونالدز أغلى من ملء سيارتك بالوقود كاملا، لأن هناك النفط رخيص جدا. أثناء الاستعمار البريطاني كانت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر دولة واحدة، إلا أنهم انفصلوا بسبب نزاعات إقليمية، وأعلن قطر نفسها كدولة مستقلة عام 1991. إن شاء الله قطر سوف تكون أول دولة عربية سوف تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقامت قطر ببناء 9 ملاعب مناسبة للبيئة، مصدر أساسي لدولة قطر، ويبلغ إنتاجها للنفط حوالي 1,000,000 برميل سنويا. وتحتل قطر الدولة الثانية عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. يعد الشاي الكرك من أشهر المشروبات شعبية لدى القطريين، ويرجع أصل هذا الشاي لدولة الهند. من أشهر الأماكن في دولة قطر هي كورنيش الدوحة، حيث أن بها أبراج عالية وأسواق والتجارات محلية وغيرها. تشتهر قطر بأنها تصنع الإسمنت والفولاذ وغيرها من المعادن. في دولة قطر فندق خاص مخصص للحيوانات وخاصة للقطط. دولة في العالم يوجد بها الدخل الفردي هي دولة قطر، إذ يبلغ قدره حوالي 100,000 دولار سنويا. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.